مرحبا بكم من جديد ومساء الخير عليكم مرة تانية وعيدكم مبارك وينعاد على الجميع بالخير والصحة وبالسلامة وبالعافية. رب سعيدين انه نحن لسه نكون متواصلين معاكم من خلال الفترة المفتوحة في اول ايام عيد الاضحى المبارك من داخل قناة البلد الفضائية، ونسعد دائما انه يكون معانا من داخل الاستديوهات ضيوف جميلين وعزيزين وضيوف اكارم، بنسعد انه يكونوا معانا من خلال مساحات الاعياد. اسم كبير جدا ظهر في الساحة الرياضية وايضا الساحة الفنية، فخلونا نحن نتعرف على الشخصية دي ونتحاور معه ذات في أول أيام العيد. الأستاذ صابر الخندقاوي، مساء الخير عليك وعيدك مبارك ونعاد عليك بالصحة وبالسلامة إن شاء الله. مساء الخير الأخت نجوى، مساء الخير الشعب السوداني، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير شعب الهلال، شعب السودان داخل وخارج الوطن، الأهل والأصدقاء بدون فرز، نقول لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد علينا على الأمة الإسلامية بالخير والبركة وعلى شعب السودان بالرفاهية والحال يصلح اكثر ممكن ان شاء الله. ان شاء الله حبابك. ايضا بنسعد بانه يعني تكون من خلال المساحة دي والفقرة دي شابة او انسانة طموحة. انا دايما بفتخر لما يكون في الفقرة يكون معي انثى، فانا دايما بكون سعيدة بنجاحات السيدات، فأنا سعيدة جدا أن تكون معنا الأستاذة هبة إبراهيم. مساء الخير عليك وعيد مبارك عليك وكل سنة وإنت طيبة إن شاء الله. مساء النور، تسلم يا أستاذة، شكرا على الإطراء الجميل، يشبه طلتك البهية يعني. الله يديك وكل سنة وإنتوا طيبين للشعب السوداني والأمتين العربية والإسلامية. بحياه من هنا على عيد الاضحى المبارك، وبسلم على كل اللي حوالينا في الكواليس، الأساتذة، الزملاء، أبطال الخلف والأمام يعني. اهلا وسهلا بك، وشرفت انه يكون ضيف معي استاذ صابر الخندقاوي، عالم يعني. اهلا وسهلا بكم، حبابكم بيناتنا وحبابكم في البلد، ونحن سعيدين بكم. وخليني ابدا معك يا استاذ صابر، بدايه جميله ونحن في اول يوم في العيد، خلينا نرجع للذكريات الجميله ما بين الدوحه وما بين الخرطوم. والله طبعا كانت جيت حسبت الاعياد في الغربه لا سيما الدوحه، يعني طبعا فرق كبير جدا 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 بالنسبة للعيد في السودان والعيد في الغربة. طبعا في السودان اللمة، حتى الخرفان نفسها طعمه بيختلف، الحاجة نفسها في كل وصفاتها يعني بتختلف تماما من الغربة. ف يعني أنا بشوف إنه أي إنسان مغترب لاقي فرصة إنه يجي يعيد هنا في الوطن برغم المعاناة اللي بيعيشها حاليا الوطن، انه يجي ويستمتع بايام العيد الجميلة. والشعب السوداني مهما يكون يعني الله حصها في الفترة دي اخت نجوى، مهما تكون الاوضاع الاقتصادية ضايقة، لكن بتلقى اي واحد جاب خروف وضبحه وعمل نفس البروجرام بتاعه والشربوتة بتاع البلح وبتاع الكركديه والحاجات دي، والدنيا ماشية الحمد لله. يعني العيد زي ما هو، انا يمكن ده طولت ما حضرت عيد هنا، لكن انا شعرت بانه العيد نفس العيد يعني ما تغير. كان من 2020 نقول 2016 و 2015 وحاسه ان احنا في 2022، طبعا فرق كبير في الوضع الاقتصادي ووضع البلد، لكن نفس الشيء يعني ما تغير كثير، يعني نفس العادات، نفس التقاليد، نفس اللمه، نفس الناس، نفس الطريقة. فدي برضو سيمة طيبة من سمات الشعب السوداني الجميل. والحمد لله على كل حال، يعني نتمنى إنه الشعب السوداني ما يفقد الحاجات الطيبة والتقاليد الحلوة بتاعت العيد ورمضان وعيد الأضحى والأعياد كلها. فالحمد لله الواحد يقول وإن شاء الله الله يصلح الحال لقدام والأمور تكون ظابطة والناس تتمتع باعياد افضل من اللي احنا شايفينه حاليا. اكيد بنتمنى ذلك، ونتمنى انه دائما العيد ينعاد على السودانيين كلهم بالسلام وسوداننا ذاته ينعم بالخير يعني. خليني اجيك يا هبه، واختلاف العيد يعني، وكثير من الناس بتتناقض في العيد ما بين الاحياء السكنيه، دائما الاحياء بيقول لك الاحياء الشعبيه وفي احياء شويه بتكون راغيه، ف انا ما داير احصر على الكلمه بتاعت الرغي دي، لكن بيقل فيها عدم التداخل دائما
يعني ما بتلقيها زي الاحياء السكنيه الشعبيه، الجيران بتلقيهم متداخلين صباح العيد، تفاصيل لما تلعيد الصباح، حتى الضبيحه، التفاصيل بتاعت الفطور وحياه عاداتنا بتاعت البيوت السودانيه البسيطه دي، في اختلاف كبير جدا في الاحياء السكنيه. والله انا عندي راي خاص في الحته دي، يعني انا جربت اسكن في الحتتين يعني، فما شايفه في اختلاف. يعني الشعب السوداني ده دي 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 الخلطه العجيبه المحيره العالم كله. يعني هسه العالم كله احنا بنسافر وبنقعد في مؤتمرات وبنقعد مع سيدات الاعمال ورجال الاعمال، لما حتى نلقاهم بيشوفوا تواضعنا فبيستغربوا يعني. فاحنا ما عندنا الفكره دي، بل بالعكس تلقي بس هما بيكونوا يعني دائما الاحياء شويه يعني انا يعني بنشوف هي درجه اولى او كده يعني بتصنف معماريا، لانه احنا بنعتقد انا بعتقد بالعكس انه الدرجه الاولى دي المفروض تكون ديك الشعبيه لانها عريقه. صحيح. انا مطلع على الناس اساسا قاعدين في الخرطوم لهم سنين طويله واكثر علما. نعم. واكثر ثقافه. هو يعني الرغي ده ما بس بالمباني يعني. صحيح. الانسان هو نمبر 1 في انه انت تقول عليه ده راغي او لا او متحضر. ايوه أول. ده هو الاول يعني. فعشان كده انت بتلقي انه الطابع واحد. بعدين الشعب السوداني 3/4 متعلم، دي ميزه الشعب السوداني. فالانسان المتعلم لو حطيتيه في اي حته، والعلم ده ما علم مدارس بس، حتى احنا عندنا علم الحبوبه والعلم الصوفي والعلم الادبي، فالحاجات دي كلها بتطلع مننا انسان واحد. بس فرق انه ده المشغولين ممكن يكونوا اكثر او تباعد او ما تعارفوا او ما لقوا الحته، لانه انا دائما بكسر الحاجز ده، اي حي امشيه بمشي بلقى نفس الطابع، بس عايزين زول يعمل لهم ضربه البدايه. عايزين زول يبدا بدايه لان احياء جديده. أيوة. بس يعني دي عريقه، دي جديده، الناس ما متعارفه يعني. الاحياء الشعبيه القديمه معروفين مين جدودهم، كابر عن كابر، لكن دي احياء جديده. يعني لو عينتي للتاريخ الزمني هتلاقيها يعني انشات في وقت قليل، وناس 3/4 مغتربين او كده او كده. لكن لو زول عمل نقطه بدايه ومشى بادر، فانا ما اعتقد انه حيلقى في فريق. فدي وجهه نظر ضعيفه يعني. جميل. خلينا ارجع لك استاذ صابر، وعلاقتك بالوسط الفني والثقافي. والله العلاقه طبعا جميله جدا. انا دائما بقول انه اي انسان ما بحب الفن او بيدعم الفن بيكون انسان غريب يعني، ما داير اقول كلمه ثانيه غير كده. فالفن حاجه جميله، الفن هو طرب، الفن احساس، فلذلك نحن بندعم الفن، بنقيف معاهم. انا كنت وما زلت رئيس فخري في اتحاد المهن الموسيقيه، وعلى صله بهم دائما، على صله بكثير من الفنانين سواء كان القدامى منهم او الشباب الحاليين. حتى يعني نحن ما متحكم في انه يكونوا بس فنانين، حتى الفنانات ذاتهم نفسهم علاقتي بهم كويسه جدا، وبدعمهم في حاجات كثيره، واي حاجه يطلبوها مني انا قاعد انفذها لهم. ولما يعملوا اغنيه جميله فما بتطرب صابر الخندقاوي لحاله يعني، بتطرب الشعب السوداني كله. فدي شيء بتفك من المعاناه بتاعت الناس يعني. الفن شيء جميل، بينفس الناس يعني، بيخلون يكونوا مبسوطين ومضطربين. لذلك نحن بندعمهم وبنقف معاهم، سواء كان حتى الممثلين حتى كله يعني بنقف معاهم. والحمد لله الامور ماشيه، وان شاء الله القدام الاوضاع تتحسن شويه ونقدر يرتبوا اشياء اخرى ونحن نكون معاهم يعني. جميل، دي حاجه جميله وفكره ممتازه جدا. فخليني تاني ارجع لهبه والشباب يعني وقيمه العطاء، فالحاجه دي مربوطه بالشباب حاليا، فيا ريت لو نتحدث عن الجانب ده شوي. الشباب يعني ما شاء الله يعني من ثوراتهم وحاجاتهم شيء يعني، اصله بيجي التغيير دائما مع الشباب. لكن بس في عيب عليهم حاجه واحده، يعني في تهور شديد يعني في الشارع العام للشباب يعني، وبعدين عندهم شويه لاغين الاخرين يعني. انت حريتك بتجيب عن حريه الاخر يعني. هسه بقى في ظاهره غريبه جدا حصلت لي قبل يومين في الشارع السوداني، تفاجأت انه انت بقى ما مفروض انك تقول راي، يا تقول راي ناس الشارع يا انت بتقابل انت معاكس يعني. طوالي بتقوم شنو تهان، وطوالي تسب حاجات، انت كوز، انت شنو، انت شنو. المهم المسميات انا ما بحبها ذاتي، انا ما بنعت انسان. هو كل زول له انه ياخذ يعني الحريات دي. احنا ابونا رجل معلم، علمنا على الحريات اول حاجه. اي انسان حر فيما يعتقد وما ينتمي، لكن انت ممكن تحجب
حرة الآخر، فده بس اللي بعيبه على الشباب. لكن ما شاء الله شباب مستنير، شباب صبور مناضل، قدم الكثير، وأنا رأيي إنه الفترة الجاية يدوا الدفة شوية يعني. يعني حتى الجيران والأجيال القبالة شوية تحاول تتنحى وتخلي الشباب ده يبدع حبة، يعني ما يكون في سيطرة الكبار، لأنه ما شاء الله جيل جد يعني في بيجايب الكثير، بس يخلوا التهور شوية. جميل. دكتور صابر، نحن حاليا في عيد الأضحى المبارك وقدامنا عام كامل عشان نحن نقبل على العيد الثاني، فنحن بنتمنى أنه في السنة دي السودان ذاته ينعم بالخير وبالأمان وبالاطمئنان. فنظرتك للسودان مستقبلا أو في العام الجاي في عيد الأضحى المبارك، السودان شكله يكون كيف؟ والله شوفي، أنا متفائل في حالة واحدة، يعني نحن الليلة نكون واضحين وصريحين، يعني الليلة نحن الحكومات أو الناحية السياسية، نقول الناحية السياسية، السياسة هي ما برال حتصلح أو تنهض بالسودان، لابد إنه يكون السياسة مربوطة مع الشعب نفسه، فلازم الشعب يتعاون على سنه يكون، يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني يكونوا جادين، يكون في وطنية. أنا شايف وطنية ما في للأمانة، أي واحد حاليا بيكون مصالح شخصية، مع احترامي للجميع، لازم تكون في وطنية قوية على سن الوطن ده يطلع كويس. لازم الناس تكون جادة، لازم النظريات والكلام الكثير والحاجات دي تنتهي، نحن دايرين حاجة عملية، الناس تكون عملية على سنه، الشعب من جهة يكون عملي ويكون وطني، بيحب الوطن والسياسة تشتغل. نحن الشعب ده ما كله سياسيين، ما هو مشكلة كبيرة لما الناس كلها تكون سياسي داخلين في السياسة، السياسة للسياسيين، صحيح، والرياضة للرياضيين، والفن للفنانين، لازم تكون في شرائح موجودة. عامة الشعب يتمثل بالوطنية القوية كويس، زي دول في دول إقليمية جنبنا كثير تجيب سيرة بلدهم الكلام انتهى. نحن هنا لا، نحن هنا أهم حاجة المصلحة الشخصية للأمانة كويس، وفي ناس يمكن يزعلوا مني لكن ده حقيقة، يعني ده الواقع، ده الواقع. فنحن نبطل المصلحة الشخصية ونكون وطنيين بقوة، صدقني يا أخت نجوى إن السودان بيمشي، السودان بلد غني، موارد طبيعية، معادن، أنهار، أراضي شازعة للزراعة، يعني أغنى بلد يمكن يكون في العالم، بس الناس زي ما يقولوا خدوا الكورة واطة، يعيشوا الوطنية، يشتغلوا من أجل الوطن. السياسة بتمشي تدريجيا، بتمشي أيوة، حاليا السياسة فيها نوع من الخدوهات ولسه ما مستقرة حاليا، لكن في النهاية الناس حيستغروا والأمور بتمشي، والشباب بتاعين الثورة موجودين والأمور بتمشي. لكن نفترض السياسة الليلة نجحت وعينوا حكومة والأمور مشت، طيب بدون شعب السودان حينهض؟ لازم الشعب يكون جادي، الشعب يشتغل بوطنية وبنفس حار من أجل بلده، الشعب ذاته يكون واعي، يعني شعب مثقف، والشعب واعي، بس في يعني في دخلت حاجات كده ممكن تكون أثرت في الثلاثين سنة الماضية، أثرت كثير على نفسيات الشعب نفسه، عرفتي؟ فلازم الناس تتخلى منها وكده نحن بنمشي إن شاء الله، بنمشي لقدام، بلدنا ما سهل يعني، أكيد. ومعروف إن السودان له خيرات كثيرة، طبعا يعني خيرات كثيرة، وممكن السودان ينهض نهوض كبير جدا، صحيح يعني. هبة، خلينا نرجع لك بنفس المحور، مستقبل السودان وأمنياتك للعيد القادم. والله يعني أول حاجة نحن يعني بنبتهي للمولى عز وجل انه يطلعنا من المأزق اللي احنا هسه فيه ده، احنا في مأزق كبير يعني، انه الناس متشاده يعني، كل فصيل بيفتكر نفسه الصح، بيفتكر نفسه الحاجات، بعدين في ظواهر سالبه بقت على الشارع العام، الشارع بقى كله مفرتق، كله وسخان، يعني ممكن زول يدمر بلده، يعني انا مختلفه معاك، اقوم اكسر الحته واكسر عندنا الكهرباء، دي البنى التحتيه بتاعت البلد، وبعدين احنا ما ناقصين يعني، الخرطوم رجعت كثير يعني، والله انت ما قعدت تشك يا استاذ الشوارع في العيد، يعني منظر محسن يعني، فلازم الواحد شويه كده الناس تقيف مع نفسها وقفه تشوف نفسها وين. بعدين الساسة ذاتهم يعني ما ممكن تكون أدواتهم
حاجات يعني تحت الطاولة وحاجات فوق الطاولة يعني عالميا انت بتجيب بروجرام يعني حتى الحزب المرشح بتاعه بيجيب بروجرام بيقول انا بروجرامي 1 2 3 عملوا للناس الناس بتنتخبوا على اساس الكلام ده في حاجات ذاتها ما محتاجه لتدخل اساسا في 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 الوضع اللي نحن عايشينه كسودانيين وحياتنا الطبيعيه يعني في حاجات بتحتاج لتدخل الشعب السوداني مثلا الشوارع يعني لو كل زول بيشوف الشارع ماشي كيف وبيساهم بالحاجه البسيطه الشوارع ذاتها بتبقى كويسه يعني. يلا دي حته بتاع السلوك يعني وطنيه برضه وطنيه ايوه يعني انت ليله يعني هسه مثلا اي زول تخش جوا بيته بتلاقيه مرتب البيت نظيف مهذب ايوه الشارع ده ما برضه واجهه البيت الزول بيجي مهرب بيها والمشكله ما في كده بس المشكله يعني انه دي امراض احنا هسه داخلين على خريف يعني كميه الزباله هسه موجوده في الشوارع حاجه محزنه لو جات على مطره دي امراض او بيئه الشارع كله يعني يعني مطبات ومناهي والحته مفرتقه والناس ما ناقصه يعني المفروض تهذب الدنيا شويه وتهذب الفاظه وتكون منظفه حتى اولادنا يعني انا دايما بوصلهم في الشارع العام يعني انا حتى مرات بنزل معهم بتكلم معهم يا اولاد كده كده كانهم اولادي على اساس انه الناس تنظبط شويه في الشارع العام حتى لو انت عندك لانك انت بتتكلم عن انك انت ساير الساير المفروض يكون انسان يتحلى بحته بتاعت انك انت عندك مبادئ عندك سلوك عندك انضباط يعني انت ليه مثلا قعدت في حته عملت فيها ثوره المفروض على الاقل تنظمها وتعمل فيها رسومات نعمل ثوره بتاعت نظافه ثوره بتاعت تجذيب تهذيب بعد ذاك نتكلم عن الساسه ده موضوع ثاني بعدين الواحد حزين على الاولاد اللي بيتساقطوا كل يوم يعني في حكايه محزنه والله ربنا يمرر السودان من المازق اللي فيه ده انا بعتبر احنا في مازق كبير والله جميل. انا قبل ما اختم بس كنت دايراك توضح لكثير من السيدات اللي بتابعونا يا ريت لو الناس بيطلعوا من الفكره بتاعت اللوم لانه الحكايه بتاعت تلومني ولومك بتدخل الناس في مشاكل بتقلل من محبه الناس والله اللوم ده طبعا عنده رايين في مدرستين في موضوع اللوم ده في ناس بيقول لك الما دارك ده كلام حبوباتنا يعني بالشيء البسيط ما لامك يعني صحيح. الما ده ما لامك كده يعني انه ما دارك ايوه الما دارك لا الما دارك ما لامك الما دارك لامك بالعكس يعني لامك اي لانه هو دايرك هو دايرك دي هي الصحيح الما دارك ما لامك والله هو لو زول ما دارك ما بلومك يعني ايوه يعني هو ايوه يعني ما في النهايه احنا ماشيين في جدول واحد أيوة. انه في النهايه احنا انا بلومك عشان انا عايزاك دي القصه في ناس بتقول لا يعني اللوم بيجيب الجفا ده مثل ثاني فدي يلا حاجتين بيجيب لنا شنو الـ 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 يعني انا تخيلي اسلوب اللوم يعني في ناس هسه انت لو من كده من دمع عينك تجري انا فقدت كل ذاته مرات بتكون محبه زايده يعني انا سعدت بكم جدا والله العظيم وكانت فقره ممتعه جدا في حضراتكم الاثنين الاستاذه هبه ابراهيم والدكتور صابر الخندقاوي شكرا جزيلا لكم وعيدكم مبارك مره ثانيه شكرا دكتور شكرا استاذه هبه لا تسلم شكرا دكتور صابر شكرا جزيلا شكرا الاخت هبه شكرا الشعب السوداني وشكرا جماهير الهلال الوفية شكرا قناة البلد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا أنا سعيدة بكم جدا من خلال المساحة دي وعيدكم مبارك وينعم السودان دائما بالخير وبالسلام وبالصحة لكن دايرة أقول تحية طيبة لكل الناس اللي تابعتنا وشكرا جزيلا لكل الموجودين في غرفة الكنترول ولكل أسرة قناة البلد الفضائية ونحن أكيد يعني حنتلاقى من جديد وحنختم المساحة الجميلة دي مع وجدان ودعاء دعاء مرحب بك وبقول لك كل سنة وانت طيبة مرة ثانية كل سنة وانت طيبة يا رجوة ونحن سعيدة بك جدا وسعدنا بضيوفك شكرا شكرا لكل ضيوفك اللي كانوا موجودين معك نحن لسه حنواصل وحنختم حلقتنا لليوم مع وجدان وجدان نحن قبل ما نسمع منك تاني خليني نمشي لجانب الفن ومجال الفن طبعا زي ما عارفين انه مجال الفن فيه صالح فيه طالح وعموما كل المجالات فيها صالح وفيها طالح حاليا من بداية مشوارك المهني لتطلعاتك لوجدان في سنة 2023 في اختيار الأغاني حتى في أماكنك اللي انت ممكن تشتغلي فيها حفلاتك وغيرها وجدان حتكون شنو السنة الجاية العيد الجاي لما وجدان تكون معانا جديدة حيكون شنو والله أنا هي البلد دي بقت ما عندها جديد انا حيكون عندي جديد كيف يعني انا احنا هسه رجينا صورنا قبال سنه نفس البرنامج ونفس الموضوع ونفس المواد ونفس ليه طيب جديد. ليه يا بدنا ليه ما تخلقي لنفسك جديد ما تعملي
والله حاجة شوفي ما في انسان ما بيتمنى انه يتطور، بعدين قال لك الوصول للقمه سهل بس المحافظه عليها صعبه. اكيد اي ما في زول ما بيتمنى انه يتطور ويمشي لقدام، عرفتي؟ بعدين الزمن يعني الزمن ما بيجيب، ما بينتظر زول، صح؟ انت لازم تواكب عشان شنو هنا. لكن يعني احنا السودانيين عامة، ما انا قدام بس، حتى زميلاتي على ما اعتقد انه الناس بقت مكبوتة، يعني عرفتي؟ فرح بقى ما في، سعادة بقت ما في، عدم الاستقرار الحاصل، المشاكل الحاصلة، عرفتي؟ يعني هسه انا بكون هسه انا جاية للحلقة دي وشايلة الف هم، حالقة الكوبري بتاع الكوبري المقفول، كوبري وين مقفول، ده مترسين، يعني بقت الحكايه شنو؟ في كسر من الثانيه انت ممكن موازنه كلها تتقلب. صحيح. يعني مثلا ايوه اعمل لي اعمل لي مناسبه واخسر فيها شيء الفلان وفلان فنان بشيء الفلاني وصاله وعشاء وشنو شنو، فجاه كده يقوموا يقفلوا لك الدنيا، يعملوا لك الحرايق، يسووا لك شنو، تبقى الحكايه شنو. فبالتالي عموما الوضع غير مستقر، الوضع غير والحياه ما قادره تركز على حاجه، يعني انه الوضع الصغير والحال يكون افضل ان شاء الله. عرفتي؟ بتمنى حاجه زي دي ان شاء الله، وبنتمنى السنه الجايه وجدان يكون عندها جديد. والله انا بتمنى مختلف. انا غايته هينا ما مشكله، انا زي ما بقولوا قريشاتي ده بعرف بمرقون كده ما في مشكله بعدين ما تنسينا معاك. لا لا، انا شاكره لك جدا يا وجدان، وشاكره لكل الفرقه الموسيقيه اللي كانوا مصاحباك الليله، وشكرا للبنوتات الجميلات. وخلينا نشكر المشاهد السوداني كان متابع معنا حلقتنا لليوم. اكيد الفقرات متواصلة في أيام مختلفة في عيد الأضحى المبارك بعدد كبير جدا من الزملاء. خلونا نختتم حلقتنا مع وجدان. وجدان حتختم لنا بشنو؟ والله حاختم لكم زي ما بقولوا بالبصمة. بالبصمة؟ البصمة دي شنو طيب؟ البصمة دي يا أولاد ماما يا هي زار. أيوة بصمتنا زار طبعا. نسمع خضام الزار يا جماعة.
تمام وما في كلام. ايوه صمت فوق قناه البلد تمام، فخر الجنكيز تمام.